عليكم، مرحبا بكم في هذا الجمع تاع الإخوة والأحباء والأسرة الكروية. اليوم من الافتتاح الرسمي لشركة أم صاي للتسويق الرياضي مانداز ماناجمنت سبورتيف عبدو يونس بالاتفاقية مع ستار سبور ماناجمنت. دونك حنا إن شاء الله نسيو باش يكون كاين توجور يعني طريقة عمل احترافية ومنظمة. اليوم أبينا وارتأينا إلى أن تجتمع عائلتنا الكروية سواء الرؤساء الجهة الغربية بحضور رؤساء فريق أولمبيرسيو، جمعية وهران، مولودية وهران، اتحاد الكرمة، اتحاد بلعباس وجميع لاعبينا المحترفين في القسم الأول والثاني. احنا إن شاء الله تكون كاينة استمرارية في العمل واللاعبين تاعنا، لأن قوة تاع الشركة ولا تاع وكيل اللاعبين هي من أداء وقوة لاعبيه. إن شاء الله لاعبينا يكونوا دائما في المستوى اللي راهم الحمد لله حتى الآن في المستوى، وراهم يسجلوا في الأسابيع الأخيرة في جميع الفرق تاعهم. إن شاء الله احنا إن شاء الله يا في فائدة كرة القدم الجزائرية عامة. إن شاء الله نسيو شاكاني باش ندخلوا تطورات وأمور تنظيمية جديدة في الشركة تاعنا في سبيل التطور وفي سبيل يعني احترافيتنا واحترافية لاعبينا وفي تعاملنا مع الفرق. وانتم ثاني كصحافة شرفتمونا يعني ومشكورون وبارك الله فيكم، وإن شاء الله دوم أفراحنا إن شاء الله لما في نهاية الموسم تكون تتويج مولودية وهران بلقب وجمعية وهران بالصعود إلى القسم الأول. إن شاء الله دوم أفراحنا إن شاء الله، ونبقوا ديما مجموعين وديما فرحانين. وتحية كبيرة لأنصار الفرق اللي نتعاملوا معها، ونسبر نكونوا عند حسن ظن الجميع وظنكم أنتم أيضا كصحفيين. السلام عليكم. هي في الحقيقة سيد يونس معروف في الساحة الوطنية والساحة الرياضية، نتمنى له التوفيق في مشروعه اللي نقول بلي تأسس ولا أظهر أول مرة في الغرب الجزائري، ونتمنى له التوفيق هو والمجموعة وخاصة الرياضي اللي هو يأطرها. وشكرا. شوف لي هذا الشيء اللي طلع. نهنئو مناجر تاعنا يونس عبدو على الاحتفال هذا. وش نقول لك، شغل هذا الحاجه اللي دارها شغل تزيد حنا تموتيفينا، ما حاجه اللي يديرها فيها مليحه في الجيري. ان شاء الله نتمنى له شغل المزيد من التالق، ان شاء الله شغل يزيد بروغريس ان شاء الله، ورانا معاه ان شاء الله. كيفاش راهي الاحوال تاعك من الفريق تاعك؟ في الفريق تاعي مولود وهران راهي ان شاء الله يتبشر بالخير. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نديروا حاجه شابه ان شاء الله، وندو تيتر للمال ان شاء الله. الغائب الاكبر هو انصار فريق وهران، ما كلمه اللي تقولها؟ نقول لهم شغل وقفوا معنا، وان شاء الله احنا نفرحوكم باسكو تستاهلوا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما تشوفون عند يونس اللي حل هذا الشيء هذا اللي في الاول في الغرب، ان شاء الله يكون كما قلنا في الخير على اللاعبين، وغادي يعاوننا بزاف باش تكون التحويلات تكون سهله وتكون الفرق ان شاء الله. هذا نتمنى له الخير ان شاء الله، بربي ربي يوفقه ان شاء الله. سبق لك اللي تعاملت مع يونس؟ بيان سير، عندي 8 سنين نتعامل معاه. الحمد لله السيد خدام يبغي المهنه تاعه، ان شاء الله نقولوا ربي يوفقه ان شاء الله. كيف تشوف هذا المشروع زعما تاع هذا؟ بيان سير المشروع ان شاء الله يكون لنا بالخير حنايا، ويسهل لك المأموريه بين اللاعب والنادي اللي راه له. ان شاء الله بربي يكون في الخير علينا ان شاء الله. بالنسبه لنهضروا شويه على جمعيه وهران، كيفاش راهي الوضعيه عندكم في الفريق؟ والحمد لله الفريق كما قلنا بدينا بدايه مليحه، ان شاء الله نكملوا هذا المنوال هذا ويجيبوا نقاط لعبوا الصعود ان شاء الله. السلام عليكم. معكم دليل مسير جمعيه وهران، نائب رئيس فريق جمعيه وهران باقور مروان. بالبركه على يونس، اول مره يفتح مكتب لتحويل اللاعبين بمنطقه وهران ويشرف الجزائر. وان شاء الله هذه الحاجه تشرف كاع اللاعبين وتشرف كره القدم الجزائريه. والشيء اللي داره يونس ان شاء الله مبروك عليه وبالتوفيق ان شاء الله. كفريق جمعيه وهران كمسير اشكركم، تعاملوا مع يونس؟ احنا نتعاملوا مع يونس وعنده احسن معامله، والله يوفقه في خدمته ان شاء الله، والرئيس فرحان به.